والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بفيديو جديد آخر من سوق تامالوس ولاية سكيكدا. تاريخ اليوم 20 أفريل 2024. خاوتي اللي ما راكش مشترك معنا في القناة يعمل اشتراك، دير جامل الفيديو باه يوصلك الجديد. سوف ننقل لكم أسعار الأبقار والأغنام والماعز إن شاء الله من سوق تامالوس. تابعونا على القناة أخاوتي، صلوا على الحبيب المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نقول لكم الأسعار إن شاء الله، تابعونا. السلام عليكم أخاوتي من سوق تامالوس، نعود إليكم ببضاعة وتتمثل في 3 كباش. الله يبارك ما شاء الله. هاي السلعة، السلعة هذا العزيز، هذا أبو القرون، هذا اللي هنا شحال عطاو لك فيها؟ عطاونا 82 و50 ألف. هذا عطاو له فيه 82 و50. أيوا. وشحال طلبت له هذا اللي سامك؟ طلبت له 10. طالب فيه 10 هذا. 10 هذا المليح. هذا سمة البيع راهو يقول 10. وهادو اللي منه هادو خاوتو اللي هنا تحت شويه 7 ملايين و600 الواحد. هادو عطاو لك 7 ملايين و600. 7 ملايين و600. هادو خاوتي كما راكم تشوفوا عطاو له 7 ملايين و600 الواحد. وسمة البيع شحال طلبت لهم؟ طالب 8 ملايين هادو. هادو طالب فيهم 8، وهذا طلبتي فيه 10. هذا طلبت فيه 10. هادي من سوق تامالوس اخاوتي، تاريخ اليوم 20 أفريل 2024. واش رايك واش هضرنا على السوق؟ كيفاش يبان لك؟ انا نشوف فيه راجع شوي. السوق يا خويا يبان مولي، كان النهار الاول هذا ب 12 مليون. هذا كان هكذا، كان يوصل حتى 12 مليون. ايوا. درك عطاوك 8 ملايين. شو راح نقول لك؟ السوق تا شوفوا حابس. السوق حابس نهار ثاني. حابس. ما كانش البيع خلاص. البيع حابس، راهو يقول في سوق الغانم راهو حابس، لك باش يجيب ربي، تسمى خوفوهم بالسلعة تاع رومانيا ولا كيف؟ خوفونا بالسلعة تاع الناس اللي كيجي في الزحمة. وهذه كاينة منها رايحة تدخل للسوق ولا تاع البوشي؟ يا خويا سمعنا هضرة برك هيك. تسمى مازال ما كان والو في السوق. سمعنا هضرة ما كانش تاع رومانيا هنا الكبير، هذو تاع بلادنا. هذو تاع بلادنا، حب يقول أخاوتي السلعة تاع رومانيا في السوق مازال ما كانش. ما شفناهاش، نسمعوها. داوها للموس برك، ديرك دخلوا للموس. نسمعوها هضرة برك. نبغى الموس باك ما لحقتش. هادو عطاونا دخلوا نبغى العيدي. دخلوا العيدي بصح ما كان شيء، ما كانش في السوق. في عين مين كاينه في السوق؟ في زيغود كاينه. كاينه دخلت للسوق. كاينه في زيغود يا خويا، هنا ما كانش. في زيغود هنا برك لا ما كانش. تما كاينه في السوق. كاينه هو كاينه هم الجماعه ما هنا ما يقولوا كاينه. والبري تاعها واش رايكم؟ 3 ملايين حتى 5 ملايين. 5 ملايين كاينه حتى 5 ملايين. هو تشوفه هو يعني السوق ولا بالبزاف، حاب يقول السوق رجع. السوق رجع بالبزاف يعني، مش بالبكري بالغنم. بالبكري بالغنم رجع السوق. قال يا خويا راجع، قال لي الناس يكون يطيح، الناس ان شاء الله اخاوتي الناس تعيد. الناس تعيد ماذا بينا يطيح. شو راح نقول لكم؟ بارك الله فيكم بالاشتراك معنا في القناه اخاوتي، ربي يحفظكم.